بطة؟ نعم يا بلقمة. تعالي اقعدي هنا، انا زعلانه منك جدا. ليه يا ابله امين؟ عشان بطلتي تذاكري وبطلتي تقري وبطلتي ترسمي. طب والنبي ما تزعلي، حقك عليا يا ابله امين. لا لا لا، بس عايزه افهم ما بتعمليش كده ليه؟ اصل انت الايام اللي فاتت كنت مشغوله وانا ما بحبش اعمل اي حاجه من غيرك. ما تعمليش كده تاني، فاهمه؟ حاضر. اوعي تزعليني منك. حاضر. يلا ارسمي دلوقتي ولا اقول لك اقري. عارفه ده مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عاوز اكل. استنى هنا. مالك داخل على اوضه الجري كده؟ افتح بقك. اه شممي. ايه ريحه النعناع دي؟ بحب اكل النعناع. بلاش، هتحرميني منه ده كمان. اه يا اسامه هحرمك منه من هنا ورايح. انت محروم من النعناع، والا قسما عظما ما اخلي حته في جسمك دي سليمه. امشي جور على اوضتك. امشي. حتى النعناع دي مش هتفرق. هي اختك فين؟ قاعده يا ستي مع بنتها. لا بقى، اختك دي زودتها قوي. لا 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 لا، انا الحقيقه مش عاوزه اكلمها في الحكايه دي لانها مش عجباني. عارفه سندريلا دي شبهك، شعرها طويل وحلو زيك وزي القمر زيك. الجنية قالت لها أنا هوديكي حفلة الأمير. هي سندريلا هتروح الحفلة بنفسها؟ آه هتروح طبعا الحفلة بنفسها. لبستها فستان جميل وتاج يجنن وجزمة حلوة خالص، وودتها عند الأمير وقعدت ترقص طول الليل مع الأمير وهو يرقص معاه، ونسيت الوقت. وفجأة الساعة 12 دقت. خافت سندريلا، جريت سندريلا، راحت ناسية فردة الجزمة بتاعتها على السلالة. الأمير جري وراها وأخد الجزمة، وبعد ما أخد الجزمة قعد يدور عليها، كل يوم يدور عليها ما يلاقيهاش. قعد أسبوع يدور عليها والمنادي يدور عليها، لحد ما قاس الجزمة على كل بنات القرية. أيوة. مساء الخير يا مدام أمينة. أيوة مساء النور. مين معاكي؟ كريم سري، محامي مختار بيه. فاكريني؟ اهلا يا فندم. خير. مختار بيه وافق على قبول اعتذار الجريده، بس بشرط الاعتذار يكون في الصفحه الاولى، وتعملوا معاه كمان تحقيق في صفحه كامله عن انشطه الشركه. اوكي. طب ده خبر جميل قوي، متشكره قوي يا استاذ كريم. هبلغهم في الجورنال. شكرا. اتجوزوا وخلفوا صبيان وبنات حلوين زي بطة اللي راحت